السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. كيفكم يا سابع؟ الحمد لله. طبعا يا سابع، اخذنا من قبل انه في نوعين من مصادر الطاقة. مين بتحكي لي شيء؟ تفضل الوئام. مصادر الطاقة المتجددة والغير متجددة. متجددة وغير متجددة. مين بيعطيني مثال على المتجددة؟ تفضل روان. الشمس والرياح. غير متجددة. نسيم. النفط والفحم الحجري. النفط والفحم الحجري. طب أول إشي استخدام للطاقة أوجدوا النار. مين بيعرف كيف عملوا النار أول إشي؟ تفضل منى. اكتشف النار، استخدموا النار للإضاءة. طبعا الإضاءة شيء مهم بحياتنا. طب بعد النار شو أجا؟ تفضل هنا. الكهرباء. لا، في شيء قبلها. الشمع. اللي هو الشمع، اكتشف الشمع، بعد الشمع أجا توماس أديسون. اللي هو اللي اخترع المصباح. اخترع عنا المصباح، بس المصباح لحاله بضويه. بضويش. في عنده في له عدة أجزاء عشان يضوي المصباح. بعد المصباح يعني بحتاج إلى طاقة كهربائية، بحتاج إلى سلك يوصل الطاقة الكهربائية. طيب من خلال المقدمة، مين بعرف عنوان درسنا اليوم؟ وين؟ الدارة الكهربائية. مين بيكتب لنا إياه؟ تفضل. اذا شو عنوان درسنا اليوم؟ عناصر الدارة الكهربائية. اول شيء بدنا ناخذ مكونات الدارة الكهربائية. مكونات الدارة الكهربائية. طيب من كلمة مكونات، لو تعطوني مكونات غرفة الصف عندنا هون، شو تتكون؟ تفضل منى. المقاعد. المقاعد. مين؟ تفضل. كراسي. كراسي. مين كمان؟ تفضل. كفاح. اللوح. الإضاءة. تفضل. المسرح. طب هذول كلهم مكونات كونن عندي غرفة صف. معناته في هناك مكونات بكون عندي الدارة الكهربائية. طب لو جينا حكينا لكم هاي الدارة الكهربائية. هاي الدارة الكهربائية. تتكون أول شيء من المصباح. من شو تتكون؟ ضمنا؟ المصباح. المصباح. مين؟ الأسلاك. الأسلاك. وإيش كمان؟ الذهب. وإيش كمان؟ البطارية. طيب المصباح بيعمل على الإضاءة. المفتاح شو بيعمل؟ أشرار. تحكم في الإضاءة. هيك بضوي وهيك بطفي. طيب الأسلاك شو بتعمل؟ توصيل. توصيل الكهرباء. البطارية علا. نعم. طيب مين يعدل لي العناصر الدارة الكهربائية؟ وبالحزام. مصباح، مفتاح، واسلاك، وبطاريه. طيب مين يطلع يورجيهم لزملائه هون؟ تعال علا. عندنا هون مفتاح كهربائي بتتحكم بالمصباح عشان يفوت فيه، هي مصباح كهربائي، والبطاريه اللي مزوجوها عباره عن اسلاك. شكرا لك، زقفولا. طيب نيجي لأول عنصر من عناصر الدارة الكهربائية وهو إيش؟ المصباح. المصباح. المصباح له رمز كهربائي اللي هو هذا رمز الكهرباء. طيب المصباح بتكون من ثلاثة أجزاء. كل
كل واحد ياخذ ضوء او كل اثنين. بدنا نشوف اول عنصر من عناصر الدارة الكهربائية اللي هو المصباح. المصباح مثل ما انتم شايفين في له الاطار الخارجي اللي هو الزجاجة، وهذا اول نوع اول جزء من اجزاء المصباح. الكل شايف عنده؟ طيب في جوا سلك، شايفينه؟ شكرا. شايفين السلك اللي جوا؟ هذا اسمه السلك المتوهج. في عندنا هاي اللي تحت، مين بيعرف شو اسمها؟ تفضل يا ام. القاعدة. إذا مين بيعدد لي أجزاء المصباح؟ تفضل يا روان. الغلاف الزجاجي والقاعدة والسلك المتوهج. والسلك المتوهج. طيب. نمل المصابيح. مولي يا ام. إذا مين يحكي لي أجزاء المصباح؟ تفضل يا. الغلاف الزجاجي والسلك المتوهج والقاعدة. طيب هسه بدنا نحط اجزاء المصباح على الفلين عندنا هون. مين يطلع عندي؟ تفضل مجد. ورجيها لزملائك. السلك المتوهج ممتازة مجد، احسنت. مين يطلع؟ وام. إذا الجزء الثاني القاعدة. الجزء الثالث مين يطلع؟ تفضل يا روان. اللي هو الزجاج. اسلموا يا روان. الآن شو هي أجزاء المصباح؟ نسيم. القاعدة والسلك المتوهج والزجاج. القاعدة والسلك المتوهج والزجاج. طيب احنا لما نروح نشتري اللي هو المصباح في بقى مكتوب عليه رقمين. الرقم الأول 100، الرقم الثانية 75. طب مين بيعرف شو هاي الأرقام الثانية؟ اللي بيعرف له علامة. نسيم. القدرة. طيب المصباح شو بقاس؟ بالوات. بس في شيء ثاني بالشمعة. هون 100 شمعة بضوي أكثر من 75 شمعة. 100 بضوي أكثر. هسا لما نروح على الدكان مثلا نجيب ايش ناخذ؟ أبو 100 ولا أبو 75؟ 100. حسب الحاجة. طب حسب الحاجة 100 إذا ايش بدنا إياه؟ يضوي أكثر. إذا 75 شد أخف. طيب نيجي للجزء الثاني من اجزاء الدارة الكهربائية. مين بحكي لي شو؟ ولا مصدر الجهد اللي قبله زر التحكم. المفتاح. اثنين المفتاح. طيب المفتاح هذا هو رمزه. هذا رمز المفتاح. المفتاح مثلا فتنا بالليل على غرفة عتمة، أول ما بخطر عبالنا وين بنروح؟ ندوي الضوء.
هذا شو اسمه؟ المفتاح. المفتاح هذا احد عناصر الدارة الكهربائية. خلينا نشوفه مع بعض. عندنا هون المفتاح شو بيعمل؟ المفتاح لما نكبس عليه تفضل، لما كبسنا عليه كمان مرة ضوى الضوء، معناته في له اتجاهين، كبسة بتضوي الضوء وكبسة بتطفي الضوء. طيب هسا كيف بتصير في الشحنات الكهربائية؟ خلينا نشوف. هاي حركة الشحنات الكهربائية، شوفوا شنو موصول، شنو موصول هون، بيستمر الشحنات الكهربائية فبالتالي بضوي المصباح. طب لو فصلناه شوفوا توقفت الشحنات الكهربائية، بطلت توصل مع هاي، فبالتالي المصباح ضل مطفي. طب مين بيجي يعدلنا اللي حكينا؟ تفضل علا. بضوء المصباح. شكرا لك زكفولها. طيب هسا نيجي للعنصر الثالث في الدارة الكهربائية وهو السلك. العنصر الثالث شو هو؟ السلك. السلك. السلك هذا رمزه. طب السلك شو بيعمل؟ مين بيعرف؟ نسيم. توصيل التيار الكهربائي. طيب خلينا نشوف السلك. السلك أيات سلك بزبط؟ لا. طيب ليش؟ تفضل. مادة موصلة. طب لو حكينا النحاس، النحاس موصل للكهرباء ولا لا؟ موصل جيد. نعم موصل جيد للكهرباء. طيب الحديد؟ نعم. طيب لو حكينا المطاط، المطاط موصل للكهرباء؟ لا. طيب الخشب؟ عازل. عازل. خلينا نشوف اللي هو الخشب والزجاج، بدنا نحطهم في الدارة الكهربائية على اساس نشوف اني المادة الموصلة واني المادة غير الموصلة. هون محطوط عندنا الحديد، هون موصل للكهرباء فبالتالي المصباح ضاء. طب مين الزجاج؟ نشوفه بضوء ولا لا؟ والحسن تفضل. هاي طبعا حط الزجاج اضاء المصباح. ليش؟ لأن الزجاج غير موصل، عازل. طب مين بيجي يحط لنا الثانية اللي هو الفلز؟ نسيم. نحط لنا الفلز. أضاء المصباح. ليش؟ الفلز من الموصل للتيار الكهربائي. موصل للتيار الكهربائي. طب مين بيطلع يحط لنا البلاستيك؟ تفضل منى. أضاء المصباح. ليش؟ البلاستيك مادة عازلة. مادة عازلة. طب لو حطينا الخشب، مين يحط الخشب؟ تفضل روان. الخشب أضاء المصباح. مادة عازلة. طب مين يحط الجرافيت؟ عيد تفضل. أضاء المصباح. نعم.
إذن مادة موصلة. طيب من خلال اللي شفتوه مين أدلة اللي هي المواد الموصلة؟ نورا الجرافيت. وشو أخذنا كمان؟ والحديد. مين يعيد؟ تفضل أولياء. الموصل اللي هو الفلز والنحاس، والغير موصل اللي هو البلاستيك والزجاج والخشب. المطاط موصل ولا غير موصل؟ غير موصل. غير موصل. طيب نيجي للجزء الرابع. مين بحكي لي شو الجزء الرابع؟ تفضل كفاح. البطارية. البطارية. البطارية رمزها بهذا الشكل. في إلها قطبين، قطب سالب وقطب موجب. اللي هو البطارية هاي بتوفر لنا مصدر جهد للدارة الكهربائية. وزعها خلينا نشوفوها. إذا شو بتوفر البطارية؟ هلا عشان يضيء المصباح. طيب البطارية في إلها أكثر من جهد حسب النوع. طبعا إحنا في الدرس القادم راح نأخذ عن البطارية واستخداماتها. طيب هسه لو نيجي نحكي المفتاح. المفتاح وين بيستخدموه؟ وين بيستخدموه؟ ماشي. طيب الجهاز عندي جهاز الكمبيوتر فيه المفتاح؟ نعم كل الأجهزة فيه المفتاح، فيه الأجهزة الكهربائية عموما. طيب المفتاح بوصل وين دايما؟ مع مصدر الجهد. لو نشوفه هون البطارية موصولة مع مصدر الجهد مع المفتاح، آسف. فدايما بيجي الجهد من هون على المفتاح. المفتاح له كبستين. الكبسة هون هسه ايش دارة؟ ايش مفتوحة؟ دارة مفتوحة. دارة مفتوحة. لما يدوي المصباح دارة مغلقة مثل ما شفنا انه بمر التيار الكهربائي. طيب هسه خلينا نراجعكم في الرموز. عندنا هون السلك والمفتاح والبطارية والمصباح. طب من يطلع يحط لي أول خمس. تفضل. خمس المصباح. رمز المصباح. طيب من يطلع الرمز الثاني؟ تفضل أولا. طيب الرمز الثالث مين؟ نسيم. شكرا يا نسيم. الرمز الرابع اللي هو السلك. رجع تفضل. اذا السلك. هذول اجزاء الدارة الكهربائية. طيب اخذنا رموزين. طب مين برسم لي اياها الدارة الكهربائية بالرموز؟
تفضل يا أولا. احكي شو الرمز مصدر الجهود البطارية. هذا رمز ايش؟ المصباح. بعدين يجي عندنا المفتاح الكهربائي. رمز المفتاح. اذا هاي الدارة الكهربائية. بس مثل ما حطتها هسا علا، المصباح بضيء ولا لا؟ بضيء. بضيء ليه؟ الدارة مغلقة. طب مين؟ طب لو حكينا صارت الدارة هيك. من يحكي لنا؟ نسيم؟ انه الدارة مفتوحة. طيب افتحوا لي الكتاب صفحة 37. تفضل ابو الحسن اقرا لنا. اسلاك التوصيل، هل توصلت الى صنع مصباح يدوي بسيط باستخدام القطع المقترحة في بداية الدرس؟ لابد انك نفذت الدارة الكهربائية كما في الشكل المجاور. إذا لم تقم ببناء هذه الدارة حتى الآن فالمطلوب منك تنفيذها وتشغيلها حسب إرشادات معلمك. قم باستبدال أسلاك النحاس المستخدمة في التوصيل مستخدما أسلاكا من الألمنيوم أو أي معدن آخر، ثم حرك المفتاح في الاتجاهين. ماذا تلاحظ؟ شكرا لك بالحسن. مثل ما شفناها إنه لما حركنا وبدلنا الخشب ولا هذا كان بضيء المصباح ولا لا؟ هسا لو نعمل مراجعة، الخشب بضيء ولا لا؟ وين؟ ما بضيء. الزجاج؟ ما بضيء. طيب كمل يا ابو الحسن. استبدل اسلاك النحاس او اي سلك ليس بالضروره جميعها مستخدما شريطا من المطاط او البلاستيك او قطعه خشبيه، ثم حرك المفتاح في الاتجاهين. ماذا تلاحظ؟ يمكن القول ان المواد تقسم الى قسمين فيما يتعلق بتوصيلها للتيار الكهربائي، مواد موصله مثل النحاس والحديد والفضه. اذكر مواد اخرى ومواد عازله مثل المطاط والبلاستيك والخشب. طيب مين بيعطيني مواد غير اللي اخذناها موصله؟ الحديد الفضه نسيم الذهب. طيب مواد غير موصله غير اللي اخذناها؟ البلاستيك الحجر الكرتون. شكرا. افتح لي الصفحة الثانية. اقرارنا من من عندهم. يتضح من هذه المناقشة أن الدارة الكهربائية عبارة عن مسار مغلق للتيار الكهربائي، والعناصر الأساسية في أي دارة كهربائية هي مصدر للطاقة الكهربائية، مفتاح كهربائي. شوية أول جزء شو هو؟ مصدر للطاقة الكهربائية. مصدر للطاقة الكهربائية، مين بيجي يورجينا إياه هون؟ وين؟ مصدر للطاقة وينه؟ شكرا يا ويان. طيب الجزء الثاني مفتاح كهربائي. المفتاح الكهربائي مين يورجينا اياه؟ تفضل منى. هذا المفتاح الكهربائي. اسلاك التوصيل. اسلاك التوصيل رجاء. سلاك التوصيل. طيب في كمان جزء المصباح. المصباح مين؟ تفضل. ايه هذا المصباح. اذا من شو تتكون الدارة الكهربائية؟ نسيم مصباح مصدر طاقة البطارية ومفتاح واسلاك. كمل ابو الحسن. يستهلك الطاقة الكهربائية ليعطي فائدة معينة، وللدارة الكهربائية وضعان. الف دارة ايش الوضعين اللي بيكونون عليها الدارة الكهربائية؟ تفضل كفاح. دارة كهربائية مفتوحة ودارة كهربائية مغلقة. هاي الدارة هسا ايش؟ بشرار مفتوحة. طيب لو هيك مغلقة لانه ايش؟ ضوء المصباح وصار في التيار الكهربائي. خلاص؟ طيب بدنا نعمل مراجعة سريعة.
المكونات شو هي؟ أول مكون ولا المصباح مين بطلع يرسم لي رمزه؟ كيف يا تفضلي؟ هذا رمز المصباح. الجزء الثاني بشرار مصدر جهد اللي هو البطارية. مين برسم الرواية؟ تفضل. موجب قطب سالب. الجزء الثالث المفتاح. المفتاح. طب مين يرسم؟ أنا. روان. شكرا. طيب الرام الجزء الرابع شو هو؟ الأسلاك. مين بيطلع؟ رجا. زين هذا رمز السلك. طب حكينا في ثلاث اجزاء للمصباح، مين يحكي لي اياها؟ نسيم. القاعده شكل متوهج. اول وحده القاعده. مين بحكي الثانية؟ أنا أستاذ. سلوى. السلك المتوهج. طيب الثالث غلاف. غلاف زجاجي. طيب البطارية حكينا شو تستعمل؟ لتزويد الجهد أو الطاقة. إذا لتزويد الجهد والطاقة. طيب المفتاح نسيم. الفصل وتشغيل الدارة. طيب الأسلاك ولا لتوصيل الشحنات وتوصيل الدارة الكهربائية. في حدا عنده سؤال؟ يعطيكم العافية. شكرا.